لعبة أتلس فولن من تطوير استوديو ديك 13 اللي قدم لنا ثنائية لعبة ذا سيرج. تعتبر أتلس فولن عنوان جديد كليا نجح بخطف أنظار اللاعبين وجذب اهتمامهم من خلال عروضه الإيجابية، وهو بمثابة تحدي جديد حق المطورين بما أن نظام القتال جديد عليه كليا اللي ما شفناه من قبل من الاستوديو نفسه أو من فريق العمل. والسؤال يبقى، هل راح تنجح لعبة أتلس فولن بهذا التحدي أو لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله بهذا الفيديو وبهذه المراجعة الجديدة. وبهذا الفيديو راح نقدم لكم مراجعتنا التفصيلية حق لعبة أتلس فولن. نفس ما احنا عودناكم نعطيكم أبرز المعلومات عن اللعبة وندش بتفاصيل المراجعة. تصدر اللعبة بتاريخ 10/8 وهي من تطوير استوديو ديك 13 ومن نشر فوكس انترتينمنت. طبعا راح تنزل على جميع أجهزة الجيل الحالي ما عدا جهاز النينتندو سويتش. وما نطولها عليكم وخلنا ندش على طول بقصة اللعبة. عالم أطلس والمعروف بالتزلج على الرمال واستكشاف الأراضي الأبدية المليئة بمخاطر الحضارة القديمة الغامضة والوحوش الأسطورية. بعد ما تلقى الجونتلت أو اللي هو القفاز يكون هذا غامض بقوة تتحكم بالرمال، وتبتدي مغامرتك باستكشاف الأراضي المغطاة بالرمال كحامل لهذا القفاز برحلة للتعرف على أسراره والتصدي حق قوى الشر اللي تسيطر على هذا العالم. قدمت اللعبة قصة بمستوى متواضع جدا ما تثير الاهتمام، بمجرد انك انت تتخطى المراحل الاولى راح تصير قصة اللعبة واضحة بالنسبة لك، وايضا سرد القصة والمشاهد التصويرية متواضعة وتفتقر لعوامل المفاجأة، وايضا الحوارات كانت متواضعة. اما بالنسبة للشخصيات كان تقديمهم ايضا متواضع الى انهم كانوا جيدين نوعا ما ويؤدون غايتهم المطلوبة، ولكن حتى بعد ما تختم اللعبة ما قدرت تتعلق بأي شخصية منهم. والحين خلنا نتكلم على أسلوب اللعب واللي يعتبر أهم نقطة في هذه المراجعة. طبعا لعبة أتلس فولن هي لعبة أكشن من عناصر تبادل الأدوار، وتعتبر شبه عالم مفتوح وتحتوي على 3 مستويات حق الصعوبة اللي هو سهل ومتوسط وصعب. وتتيح لك اللعبة صنع شخصية خاصة فيك لكن بخيارات محدودة وبسيطة. نجحت اللعبة واستفادت بشكل كبير من جوهرها الأساسي واللي هو الرمال اللي راح يخليك القفاز اللي عندك تتحكم فيه وتشكله على هيئة 3 أسلحة للقتال الخاص بالأعداء، وأيضا تزداد قدرات القفاز من خلال جمعك حق الشظايا اللي موجودة باللعبة أو اللي هي اسمها الشاردز المنتشرة بهذا العالم، واللي من شأنها أنها أنت تساعدك على اكتساب قدرات علشان تتقدم أكثر باللعبة. تحسين اللعب والتنوع بالقتال، وهذا من خلال تجميعك لقطع الأحجار اللي هي الشاردز المتنوعة اللي تضيف لك الهجمات الخاصة، وتمتلك هذه الأحجار تطويرات خاصة فيها ويمكن العثور عليها من خلال مقاتلة الأعداء أو الوحوش وأخذ أحجارهم أو عن طريق الاستكشاف، وأنك أنت تفتح الكنوز القديمة علشان تصنع الأحجار أو عن طريق شراء مخطوطات من البائع أو الميرشنت اللي موجود باللعبة. ومع ذلك ما كانت كافية لأن طريقة القتال والضربات كانت أيضا محدودة وبسيطة من ناحية التنوع القتال الأساسي والسريع. فكرة القتال بشكل أساسي تعتمد على استهداف نقاط ضعف الأعداء والحفاظ وزيادة عداد يسمى المومنتم، وهو مكون من 3 خانات ويزيد أثناء توجيهك حق الضربات على الوحوش أو الأعداء. كل ما زادت الطقات وكملت إحدى الخانات تزيد قدرة تحكمك بالرمال وتشكلها، وهذا يخلي سلاحك أكبر حجما وأيضا يسوي ضرر أكبر من قبل. وراح تتمكن أيضا من استعمال هجمات خاصة أقوى، وكذلك وجود عداد اسمه The Idol وهو يكون مكون من 3 خانات ويستخدم لمعالجة استرداد نقاط الحياة أثناء القتال. راح تقدر تشحن هذا العداد عن طريق ضرب الأعداء أيضا، ويمكن استخدامه لما تكتمل هذه الخانات. وتحتوي اللعبة على عدة تطويرات، ومن أهمها تطوير الدروع اللي راح يتمثل مستواك في اللعبة، ومنها تزداد نقاط طاقة حياتك وصلابتك الدفاعية وقوة هجومك أيضا. ولما تحط قطع الأحجار المناسبة للدرع بإمكانك الحصول على مميزات إضافية في الدرع على حسب نوع الحجر اللي أنت تحطه. قدمت اللعبة عالم شبه مفتوح ويتم فيه السفر السريع عن طريق نقاط الأنفل الموزعة بشكل جيد جدا
على الخريطة، وأيضا يقدم لك الأنفل خيارات كثيرة مثل استعادة نقاط حياتك أو تطوير دروعك، وأيضا تطوير القفاز الخاص اللي هو الجونتلت أو الحفظ اليدوي. أما بالنسبة حق المهام الجانبية باللعبة كانت عادية جدا وما ضافت أي عمق في القصة، ومهام الاستكشاف بعضها كان ممتع لأن التزلج على الرمال والقفز عاليا على الهواء كان وايد حلو وممتع في هذه المهام، وبالأخص تحديات مواجهة الوحوش الأسطورية اللي هي أعتبرها كانت الأفضل. خلنا نتكلم بشكل سريع عن اللعب التعاوني. قدمت اللعبة الطور التعاوني حيث بإمكانك اللعب مع أحد أصدقائك من نفس المنصة، وتقدر أيضا تنجز مهام القصة وتستكشف العالم ومشاركة الموارد وقتال الوحوش الأسطورية مع بعض، وبلا شك راح يضيف اللعب مع صديقك متعة أكبر للعبة. والنقطة اللي بتكلم بعدها اللي هي الرسومات. طبعا تمت تجربة اللعبة على جهاز البلاي ستيشن 5، وتحتوي اللعبة على طورين خاصين بالرسومات، وهما طور الجودة وطور الأداء. بالنسبة حق طور الجودة تشتغل اللعبة معاك بدقة 4K الديناميكية اللي هي نسميها احنا باللغة العامية عندنا 4K الحقيقية مع 30 إطار بالثانية. أما بالنسبة حق طور الأداء راح يشتغل معاك بدقة 1440 اللي هي 2K مع 60 إطار بالثانية. قدمت اللعبة جوانب جميلة في البيئة الصحراوية وتفاصيل الرمال والدروع، ولكن الرسومات ما كانت بالمستوى المطلوب أو بمستوى ألعاب الجيل الحالي. وعلى الجانب الثاني كان هناك ضعف بتفاصيل المباني والصخور وتأخير في ظهور بعض التفاصيل في العالم بشكل عام اللي هو نسميه إحنا الرندر، ومن الممكن تحسين بعض المشاكل في تحديث اليوم الأول. بالنهاية تمت تجربة اللعبة وفضلتها أكثر على طور الأداء لأن اللعبة تعتمد شوية على السرعة، وما راح يفرق معاك سواء من 4K إلى 2K، ما راح تحس بالفرق الكبير بالرسومات، بس راح تستمتع أكثر ب60 إطار بالثانية. والحين خلنا نتكلم على الأصوات. بالنسبة للموسيقى كانت جميلة، لكن ينقصها بعض التنوع وزيادة في عدد الألحان لأن في بعض الألحان كانت تتكرر بشكل كبير. لكن كانت هناك مشكلة تصير معاي وايد، هي فقدان الموسيقى بشكل مفاجئ في بعض القتالات والمعارك، ونتمنى أن يتم تحسينها في تحديث اليوم الأول. أما بالنسبة حق الأصوات بشكل عام كانت جيدة جدا، لكن يعيبها التمثيل الصوتي حق بعض الشخصيات اللي كان مستواها أقل من العادي. بالنسبة حق السلبيات اللي لاحظتها بلعبة أتلس فولن، قدمت قصة متواضعة وما تثير الاهتمام ووايد مكررة، وما كانت الرسومات بمستوى الجيل الحالي، وموسيقى محدودة وتمثيل صوتي أقل من المستوى لبعض الشخصيات، وبعض المشاكل التقنية اللي ممكن أنها تنحل في تحديث اليوم الأول. خلاصة مراجعتنا للعبة أتلس فولن، نجح استوديو ديك 13 في إبراز جوهر لعبتهم الأساسي وهو التحكم في الرمال اللي كانت بمثابة القلب النابض للعبة، ونجحوا كذلك في تصور البيئة الصحراوية وأضاف التزلج على الرمال كان متعة لهذا العالم. لكن إذا أنت كنت غير مهتم حق القصة وتهتم بأسلوب اللعب بشكل كبير، فهذه اللعبة تعتبر مناسبة لك، ورسوماتها ما كانت بمستوى الجيل الحالي، وأداء صوتي للشخصيات أقل من المستوى، وموسيقى محدودة، ولا ننسى وجود طور اللعب تعاوني اللي بدون أدنى شك راح يكون أكثر متعة لو تلعب مع صديق أو أحد معك. تقييمنا النهائي حق لعبة أتلس فولن 7/10. كتبوا لنا رأيكم تحت بقسم الكومنتات، هل راح تجربون اللعبة بعد ما شفتوا المراجعة أو لا؟ لا تنسون نشر الفيديو والاشتراك بالقناة، ويعطيكم العافية على المتابعة، فما الله.